طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم في المتابعة بتاعتنا حنتناول Analysis of Nonlinear Control Systems. هناخد كيف نتعامل أو مقدمة لأنظمة التحكم غير الخطية. وإحنا بيهمنا في أنظمة التحكم غير الخطية اللي هو حاجات معينة، تمام، اللي هو أهم حاجة في أنظمة التحكم غير الخطية اللي هي Describing Function أو شنو او عندنا الديسكرايبنج فانكشن. دي اهم حاجة عندنا زي ما موجود في المحاضرات. اذا احنا دايرين نحصل على الديسكرايبنج فانكشن او الدالة بتوصف لي اي نظام تحكم غير خطي، فباخد اشارة الاشارة بتاعتي حقت الخرج اكس اوف تي بتساوي اكس ساين اوميجا تي، تمام، اوميجا بتساوي 2 باي على تي. بعمل التفاضلات المختلفة، تمام. في النهاية الدالة الديسكرايبنج فانكشن هي عبارة عن المركبة الأساسية لمسلسلة فورير، تمام. فعندنا بنجيب حاجة اسمها الواي 1. الواي 1 ده إنه أي سيجنال عندي باخد طبعا الترددات، باخد أهم حاجة عندي التردد الأول فقط، تمام، يعني ساين أوميجا تي كوساين أوميجا تي. طيب أي معامل مع كوساين أوميجا تي المعامل حقه اسمه A1، وأي حاجة مع ساين أوميجا تي المعامل حقه اسمه B1. فده قال لي بدينا صورة تانية اسمها y1، تمام، بدينا صورة هنا اسمها زي ما موضح هنا y1 sin omega t زائد y، والهي انا ممكن اخليها في شكل بتاع y1 e اس شنو اس j اس j y، تمام، حيث انه ال y1 هو عبارة عن الجذر التربيعي ل a1 تربيع زائد b1 تربيع من الكومبلكس اناليسيس، وال y هو تاني انفيرس a1 على b1. فبالتالي الدالة الديسكرايبنج فانكشن هي دالة تكون في الاكس حقتي والاوميجا بتاعتي اللي هو في التردد وفي السيجنال حقة الاوت بوت، بتساوي لنا واي 1 على اكس في اي اس جي فاي اللي هي واي 1 على اكس بانجل فاي، تمام. طيب ده الجزء الاول اللي بيهمنا في الديسكرايبنج فانكشن. طيب الجزء الثاني بيهمنا في الديسكرايبنج فانكشن، عندنا بعض انواع الديسكرايبنج فانكشن اللي هي زي الانواع الموجوده هنا. فاحنا بيهمنا هنطبق على النوع ده، وبالمثل يتم التطبيق على باقي الانواع. فعشان اطبق على النوع ده اللي هو الساتوريتد اكشويتر اللي هو بيحدد الحد العلوي والحد السفلي للمدخلات بتاعتنا، بنقوم نقارب شكل الداله دي عن طريق اللي هو المنحنى بتاع الساين بتاعي. فبعد الاستنتاجات بحصل على انه الواي 1 حقتي، تمام، الواي 1 حقتي، تمام، بيساوي لنا 4 على باي في التكامل من صفر لألفا كي اكس ساين تربيع ثيتا، حيث كي هو الميل، تمام، الميل هو الاسلوب بتاعي زي ما موضح هنا. اكس ساين تربيع ثيتا زائد تكامل من الفا لباي على 2 كي اس ساين ثيتا دي ثيتا، اللي هو الجزء ده يتم تقريبه بالشكل ده كي اكس ساين ثيتا، والجزء ده يتم تقريبه ب اكس بكي S sin theta اللي هو قيمة ثابتة معاي هنا K S sin theta. طيب فهتبقى هنا من صفر إلى ألفا ومن ألفا إلى باي على 2، دي المناطق العاملة فيها الشكل بتاعنا ده. فبالتالي هتكون إذن الدالة دي ال y1، تمام، فبالتالي هتكون الدالة حقتين x of omega بتساوي y1 على x، تمام، y1 على x ده الشكل بتاعي. والزاوية حقتنا ال e وال c باي دي بتجيب تلقائيا من الحسابات بتاعتنا، تمام. طيب فطبق على الكلام ده، تمام، قال اوجد الداله ذات الديسكرايبنج فانكشن للنظام التالي y of t بتساوي dx على dt الكل تكعيب زائد x تربيع مضروبه في dx على dt. طيب من هنا حلقة انه انا عندي الداله حقتي y of t بتساوي dx على dt الكل تكعيب زائد x تربيع dx على dt، فحاخدت ال x of t بتساوي x كابيتال ساين اوميجا t، عندي تفاضل واحد معناها ال dx over dt بتساوي اوميجا x كوساين اوميجا t، وحاجة اعوض هنا معناها ال y ال t حقتي هتبقى اوميجا تكعيب x تكعيب كوساين تكعيب اوميجا t زائد x تربيع، x تربيع دي معناها هتديني x تربيع ساين تربيع اوميجا t في dx على dt اللي هي اوميجا x كوساين اوميجا t. طيب انا عارف كوساين تكعيب اوميجا تي بتساوي كوساين 3 اوميجا تي زائد 3 كوساين اوميجا تي على 4. طيب فحافيك دي هتبقى اوميجا تكعيب اكس تكعيب هتبقى ربع كوساين 3 اوميجا تي زائد 3 كوساين اوميجا تي،
زائدا هتفضل هنا عندنا اوميجا اكس تكعيب، تمام. الساين تربيع دي، تمام، الساين تربيع دي ممكن اخليها واحد ناقص كوساين تربيع، فكوساين هنا دي هتبقى عندنا شنو هنا؟ هتبقى عندنا دي هنا الجزء ده هيبقى عندنا واحد ناقص كوساين، تمام، واحد ناقص كوساين تربيع اوميجا تي. لما نضربه في كوساين اوميجا تي معناها هيدينا كوساين اوميجا تي ناقص كوساين تكعيب اوميجا تي. طيب من هنا، تمام، هقوم هفك الكوساين تكعيب اوميجا تي دي تاني، هتبقى عندنا هنا بوين 25 اللي هي ربع اوميجا تكعيب اكس تكعيب كوساين 3 اوميجا تي زائد 3 كوساين اوميجا تي زائد اوميجا اكس تكعيب كوساين اوميجا تي ناقص بوين 25 اوميجا اكس تكعيب كوساين 3 اوميجا تي زائد 3 كوساين اوميجا تي. طب اجمع الحدود المتشابهه، هتبقى عندي واخلي الواي 1 دي قلنا الحاجه فيها التردد واحد، تمام، اللي هو هنا 3 كوساين 3 كوساين وهنا عندنا كوساين، فهتبقى عندنا بوين 75 اوميجا تكعيب اكس تكعيب، تمام، كوساين اوميجا تي، تمام، زائدا هتبقى دي هنا عندنا اوميجا اكس تكعيب، تمام، كوساين اوميجا تي، كويس. هو ده هتبقى عندنا شنو؟ هتبقى هنا عندنا طبعا دي هنا هيكون فيها شنو؟ هيكون دي، تمام، هنا دي هيكون عندنا دي هنا ضربناها في 3 دي هنا عندنا اوميجا اكس تكعيب ناقص بوين ناقص كم؟ ناقص 3 في بوين 25 معناها دي كم؟ دي هتبقى بوين، تمام، زائد بوين 25 اوميجا اكس تكعيب كوساين اوميجا تي، هو زي ما موضح هنا عنده، تمام، اوميجا اكس تكعيب كوساين اوميجا تي ناقص بوين 75 اوميجا اكس تكعيب كوساين اوميجا تي، هي دي ممكن اخليها واي 1 انجل فاي 1 معناها الـ A1 هو معامل الكوساين، هتبقى بوين 75 أوميجا تكعيب إكس تكعيب زائدا بوين 25 أوميجا إكس تكعيب، معناها الـ Y1 بتساوي الجذر التربيعي لـ A1 تربيع، اللي هو ده هيساوي لها نفس الـ A1 لأنه الـ B1 بصفر، تمام، والـ Y1 هتبقى تاني انفيرس A1 على B1، تمام، هتبقى تاني انفيرس مع لا نهاية بباي على 2، معناها الدالة Y1 على إكس إي أس جي فاي. هتبقى كم؟ هتبقى بوين 75 اوميجا تكعيب اكس تربيع زائد بوين 25 اوميجا اكس تربيع كلها اي اس جي باي على 2، فده عباره عن شنو؟ ده عباره عن داله الوصف او الديسكرايبنج فانكشن للنظام بتاعنا. طيب نمشي لحاجه ثانيه، قال عندنا نون لينير الكترونيك ديفايس، عندنا جهاز غير خطي، جهاز الكتروني غير خطي، الخرج بتاعه مكعب الدخل، يعني الواي بتساوي اكس تكعيب، دارين الدالة، دارين شنو؟ دارين نوجد الدالة بتاعت ال الديسكرايبنج فانكشن بتاعت. طيب فدارين نوجد شنو؟ دارين نوجد الدالة بتاعت واي بتساوي اكس تكعيب، تمام. طيب دارين نشوف الديسكرايبنج فانكشن حقت الجهاز بتاعنا ده. طيب وبنفس الفكرة طبعا الواي بتساوي اكس تكعيب، معناها هنا عندنا الـ x of t بتساوي، هنضع الـ x of t بتساوي x of sin omega t، معناها الـ y of t هتبقى x تكعيب sin تكعيب omega t، والsin تكعيب omega t بتساوي 3 sin omega t مع sin 3 omega t على 4، معناها هتبقى الـ y of t بتساوي x تكعيب على 3 3 sin omega t مع sin 3 omega t، اللي هي هاخد معناها الـ y1 هاخد الحاجة فيها فقط التردد واحد، معناها 3 على 4 اكس تكعيب ساين اوميجا تي اللي هو واي 1 انجل فاي 1، معناها الـ A1 بـ 0 والـ B1 بـ 3 على 4 اكس تكعيب، معناها الـ Y1 هي عبارة عن الـ B1 والـ Y1 تاني انفيرس 0 على B 0 على B1 اللي هي بـ 0، معناها إذا الديسكرايبنج فانكشن واي 1 على اكس اي أس جي فاي هتبقى 3 على 4 في اكس تربيع لأنه اي أس جي 0 بشنو؟ بـ 1. نمشي اللي بعدها وهو تطبيق لشنو؟ هو تطبيق ل هو تطبيق للدالة بتاعتنا والقانون بتاعنا التاني قلناه. فقال find the describing function for the following non-linear amplifier، عندنا مكبر بتاع تشغيل غير خطي، ده الدخل بتاعه إشارة الدخل وده إشارة الخرج بتاعته، دي الشكل بتاع الدالة بتاعته مكونة من اتنين، عنده منحنى هنا الأسلوب بتاعه من الخط ده بواحد والميل بتاع الخط ده بيصفر لانه خط مستقيم كونستان تايم، وهي نفس الفكرة عندنا لما طال ده 10 بعد ده بيزيد وهنا عندنا 15، فالفكرة هي عبارة عن مجموعة من الخطوات بنتبعها على اساس ان نقدر نوجد الترانسفير او نقدر نوجد الديسكرايبنج فانكشن حقة النظام ده. ف
فهنمشي واحدة واحدة نشوف كيف نوجد الـ Describing Function للنظام الموضح ده. طيب فهنا طبعا تمام هنقوم نبدأ كالآتي. طيب أول خطوة الـ X of T بتساوي X سين أوميجا T، إحنا هنقوم هنشيل أوميجا T دي نهائيا نخليها بزاوية معينة X سين ثيتا. هنفترض أنه الـ X تمام، هنفترض أنه الـ X بتاعنا أو المطال بتاعنا تمام، طالما أنا فرضت إنه محور X بتساوي X سين أوميجا T، هقوم هفترض إنه الـ X بتاعتي الناتجة تمام الـ X بتاعتي موجودة هنا أكبر من الـ 15. أكبر من الـ 15 ليه؟ عشان أغطي المدى بتاع الدالة ده كامل تمام، يعني أخليه أكبر من 15 دي معناها ممكن يصل ليه يعني أقصى قيمة، عشان أنا أقوم شنو، عشان أنا أقوم أكون دخلت الدالة دي كلها في الحسبان بتاعي. طيب فإذا كانت الـ X تمام، إذا خلينا الـ X بتاعتنا كويس بتساوي 15، إذا خلينا الـ X حقتنا بتساوي 15 اللي هو نفس القيمة دي، طوالي في الحالة دي هنقوم نفرض إنه الزاوية بتاعتنا ثيتا تؤول إلى زاوية اسمها ألفا، حيث ألفا لما نجي أعوض هنا ساين ألفا معناها الألفا هتبقى ساين إنفيرس كم؟ ساين إنفيرس 15 على إكس. ليه؟ لأن الإكس دي أنا عوضتها بـ 15 والإكس دي موجودة زي ما هي، فهتبقى الألفا بتساوي ساين إنفيرس 15 على الإكس. طيب من هنا أعوض في القانون بتاعي العادي إنه الواي 1 هو بيساوي البي 1 بيساوي 4 على باي، هيبقى في التكامل. طيب لو لاحظنا هنا تمام، التكامل بتاعي ده هو عبارة عن ناتج بتاع حاجتين تمام، من صفر إلى باي هو عبارة عن ناتج الجزء الموجود هنا من صفر إلى باي، زائدا الجزء من صفر إلى ألفا هو الجزء المائل قلنا، ومن ألفا إلى باي على اتنين هو عبارة عن الجزء شنو، هو عبارة عن الجزء المستقيم ده تمام، زي ما أخذنا وين، زي ما أخذنا في القانون بتاعنا، من صفر إلى ألفا هو الجزء المائل، ومن ألفا لباي على اتنين هو الجزء المستقيم. طيب بنفس الفكرة تمام، بنفس المقدار تمام، هنجي نشوف هنا. طيب معناها من صفر إلى ألفا تمام، من صفر إلى ألفا هو عبارة عن الجزء شنو، هو عبارة عن الجزء المستقيم. طيب الجزء المستقيم ده لو كانت بادية من هنا الإشارة بتاعتنا، لو كانت بادية من هنا تمام، والمطال بتاعنا واحد، معناها الكي حقنا هنا بتساوي واحد، لأنه قلنا الميل هو الكي تمام، الكي بتاعنا ده هو الميل كويس. فهنا لو كان ده الكي طبعا هنا بواحد دي ما عندنا فيها مشكلة تمام، دي كي بتساوي واحد، فلو كانت الكي هنا بواحد معناه لما اجي هنا ارجع للقانون بتاعي الاساسي تمام، هتبقى عندنا هنا شنو، هتبقى عندنا هنا اكس ساين تربيع ثيتا، اكس ساين تربيع ثيتا، الاكس ساين تربيع ثيتا دي معناها زي كأن انا قلت شنو، زي كأن انا قلت الكي ما خلاص ما في الحتة دي، افترضنا انه هي او قيمتها الدانية لها بالساي واحد اللي هو الاسلوب بتاع الخط المستقيم، معناها هي دي اصلا كانت الاشارة بتاعت اكس ساين ثيتا، يعني اعتبرت انه شنو، زي كأن اعتبرت انه الجزء ده كله هو عبارة عن المطال تمام، مضروبة تاني في ساين شنو، مضروبة تاني في ساين، في ساين ثيتا، عشان كده ادتني اكس ساين تربيع ثيتا. طيب لما انا اجي هنا للشكل بتاعي ده، لما اجي للشكل بتاعي ده هلقى انه الدالة بتاعتي دي ما بادية من الصفر، لا بادية من العشرة، معناها عندي حاجة اسمها الدي سي اوف سيت، من نظرية الدوائر الكهربائية عندنا حاجة اسمها الدي سي اوف سيت، اللي هو انه السيجنال بتاعتنا او اللي هو الاشارة بتاعتنا ما بتكون بادية من الصفر، لا بتكون بادية من قيمة بنسميها الدي سي، قيمة دي سي اوف سيت، اللي هي هنا الدالة 10. طيب معناها في الحالة دي هيحصل شنو؟ هيكون معناها الجزء ده هو عبارة عن 10 زائد اكس ساين ثيتا، حتى بعد ذاك مضروب في صفر، يعني المطال هنا هو عباره عن العشره الاصليه بتاعتي لانه الاشاره ما باديه من الصفر، زائدا الاكس ساين ثيتا اللي هو المطال اللي احنا عارفينه في ساين ثيتا، ده بالنسبه للجزء المائل، زائدا هتبقى من الفا لباي على 2. طيب من الفا لباي على 2 هنا قال لي شنو؟ نيجي نشوف هنا، قال لي هنا عندنا كي اس ساين ثيتا، كي في اس ساين ثيتا اللي هو هنا تمام، كي في اس، كي في اس ده هو ده عباره عن شنو؟ الاس دي القيمة الموجودة هنا، والكي ده هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن الاسلوب بتاعنا تمام؟ طيب معناها هيحصل شنو؟ نجي هنا تمام؟ طيب دي هنا هتبقى كم؟ دي 15 كويس، والاسلوب هنا ده واحد تمام؟ معناها القيمة دي برضه كم؟ معناها القيمة دي برضه 15 صح؟ معناها القيمة دي هنا كم؟ القيمة دي يعني من هنا كويس لغاية ما تصل هنا فوق هتبقى تمام؟ القيمة دي هنا هتبقى عندنا، هي اصلا القيمة مفترض تكون 15 تمام، القيمة مفترض تكون 15 لو انا كنت بادي من وين، لو انا كنت بادي من اسفل هنا القيمة كانت هتكون 15 تمام، لكن طالما انا بادي هنا من العشرة
تمام، معناها هتكون كم؟ 15 زائد 10 كم؟ 25. معناها هنا إذا القيمة دي كم؟ القيمة اللي أنا عندي هنا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن 25. تمام، القيمة دي هنا هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن 25. تمام، اللي هو ده قيمة الأسلوب القاعدية أو قيمة الدالة القاعدية. معناها هتبقى 25 في شنو؟ هتبقى 25 في ساين ثيتا طوالي. تمام، 25 في ساين في ساين ثيتا دي ثيتا زي القانون. طيب حامل التكامل ده عادي، تكامل عادي، مرة أعوض أكامل الدالة دي وأكامل الدالة دي، مرة أعوض ألفا، مرة أعوض صفر، مع الأخذ في الاعتبار إن الألفا بتساوي ساين انفيرس 15 على إكس. فحلقة إنه في النهاية الواي 1 بتجيني باي على 4 مضروبة في بوين 5 إكس ساين انفيرس 15 على إكس زائد 7 بوين 5 على إكس مضروبة في الجذر التربيعي لإكس تربيع ناقص 225. طب الديسكرايبنج فانكشن حقتنا عبارة عن واي 1 على إكس، تمام، معناها هقسم هنا على إكس، وهي دي لما نقسمها على إكس هديني إكس تربيع، معناها إذا هديني شنو؟ ممكن أطلع النص كعامل مشترك، وطلعت النص كعامل مشترك معناها ده هتبقى كم؟ ده هتبقى 15 صح؟ فهتبقى هنا النص لما أطلعه كعامل مشترك، تمام؟ لما نزيح برا النص ده كعامل كعامل مشترك اللي هو ده هيديني شنو؟ هيديني القيمة بتاعها. طيب فهنا لما اطلع النص برا كعامل مشترك هتبقى هنا عندنا نص، تمام، نص في ربع اللي هو بيدينا كم؟ تمن. هتبقى دي عبارة عن شنو؟ واحد على تمانية باي، تمام، دي هتبقى واحد على تمانية مضروبة في باي، تمام، مضروبة في قوس ساين 15 على اكس زائد 15 على اكس تربيع الجذر التربيعي لاكس تربيع ناقص 225. دي الديسكرايبنج فانكشن بتاعت النظام الموضح عندنا ده، تمام، دي الدالة الديسكرايبنج فانكشن بتاعت شنو؟ بتاعت النظام الموضح عندنا في الشكل ده. طيب طيب ده هنا برضه عبارة عن شنو؟ ده هنا عبارة عن، طيب قال اوجد الديسكرايبنج فانكشن للفولوينج نون لينير سبرينج. عندنا سبرينج او نابض غير خطي، دي الدالة بتاعته عاملة كده، تمام، دي الدالة بتاعته عاملة كده، سالب 10 موجب 10، هنا الميل 3 وهنا الميل بتساوي شنو؟ بتساوي 1، اللي هو دي الكي 3 والكي بتساوي 1. طيب ففي الحالة دي طبعا ده التقريب بتاعنا، اقدم الاكس بتساوي اكس ساين ثيتا، حيث الاكس طبعا دايما قلنا بتكون اكبر من القيمة دي اللي هي اكبر من 10. نفس الخطوات، إذا كانت الإكس بتساوي 10 معناها الثيتا بتساوي ألفا، إذا ساين ألفا بتساوي 10 على إكس معناها الألفا بتساوي ساين إنفيرس 10 على إكس، تمام؟ طيب في اللحظة الزمنية من صفر إلى ألفا، تمام، هيبقى التكامل من صفر لألفا، كويس؟ طبعا هنا هيكون عندنا شنو؟ هيكون عندنا طبعا هنا لو شايف الدالة بتاعتنا قال لك بتساوي شنو؟ قال لك بتساوي موجودة هنا كي اكس ساين تربيع ثيتا، الميل حقي في الجزء ده بتلاتة من صفر لألفا، اللي هو الجزء ده هنا بكم؟ بتلاتة، تمام، ده الميل ده من صفر لألفا الجزء ده بتلاتة، معناها هتبقى تلاتة اكس ساين تربيع ثيتا، زي ما موضح هنا تلاتة اكس ساين تربيع ثيتا. طيب من ألفا لباي على اتنين، تمام، من ألفا لباي على اتنين، معناها أنا محتاج لازم أجيب شنو؟ لازم أجيب الدالة اللي بتربط الميل ده أو الجزء ده. تمام، طيب فالدالة دي لو لاحظت عليها هنا دي حلقاها هي رابطة ما بين شنو؟ رابطة ما بين 10 و 30، باعتبار انه دي 10 معناها القيمة دي الميل ب 3، 3 في 10 ب 30 معناها 30، معناها النقطة الأولى 10 و 30 والنقطة دي 10 و 30 النقطة الأولى، تمام؟ طيب ال 10 و 30 ده، ال 10 و 30 ده بتساوي لي الأسلوب، تمام؟ ما هي y ناقص y1 بتساوي mx ناقص x1، دي المعادلة بتاعتنا، y أصلا دي معادلة الخط المستقيم، y ناقص y1 بتساوي m، تمام، مضروبة في x ناقص x شنو؟ في x ناقص x1. طيب فال x1 هنا بكم؟ ال x1 هنا عندنا ب 10، تمام، وال y1 هنا بكم؟ ب 30، تمام، والميل حقنا الاسلوب الدائري ده اصلا بتساوي 1، معناها اذا المعادلة حقتها هتبقى x ساين، والاكس حقت السمول دي هي دي عبارة عن x ساين ثيتا، معناها اذا ال y حقتي بتساوي شنو؟ بتساوي x ساين ثيتا ناقص 10 زائد 30. تمام، دي الدالة بتاعتنا. فهنا حاجة هلقاها زي ما موضح هنا اللي هو 30 زائدا اكس ساين ثيتا ناقص 10، ده كله ساين ثيتا دي ثيتا هو ده باعتبارها كي اس من الفا لباي على 2. طيب معناها التكامل بتاعي بتساوي 4 على باي، تمام، 4 على باي، طبعا دي هنا معلش دي هنا عبارة عن 4 على باي، هنا في حاجة بسيطة نرجع عليها. طيب
نرجع هنا بس حاجة بسيطة. تمام، هي أصلا دي هنا عبارة عن شنو؟ دي هنا عبارة عن 4 على باي. تمام، طيب لما نطلع النص برا هتبقى دي عبارة عن 2 على باي كده. تمام، معناها التعديل هنا بس دي خليها شنو؟ 4 على باي. تمام، 4 على باي. طيب نمشي للدالة اللي بعدها، أو المسألة كنا شغالين فيها الآن. فحلقة هنا طبعا دي الدالة بتاعتنا 4 على باي من 0 لـ 1، فتلاتة اكس ساين 4 ثيتا زائد ألفا لباي على 2، 30 زائد اكس ساين ثيتا ناقص 10 ساين ساين ثيتا دي ثيتا. فهنا دي لما نجي افك الدالة بتاعتي دي كلها اجي قيمة التكاملات واعوضها وكده، فهلقاها جاتني 4 اكس على باي ساين انفيرس 10 على اكس ناقص 2 اكس على باي. تمام، ناقص 2 اكس على باي في 2 في 1 على اكس، الجذر التربيعي 1 ناقص 100 على اكس الكل تربيع زائد 80 على باي، الجذر التربيعي 1 ناقص 100 على اكس الكل تربيع زائد اكس. تمام، اللي هو الين اكس في اوميجا بتساوي واي 1 على اكس، هتبقى 1 زائد 4 على اكس ساين انفيرس 10 على اكس زائد 76 على باي في 1 على اكس، الجذر التربيعي 1 ناقص 100 على اكس الكل تربيع. تمام، ده بالتفصيل. طيب نشوف عندنا المسألة دي. تمام، الناس ممكن تحاول فيها، هي قريبة للمسألة اللي أخدناها هنا، الناس ممكن تحاول فيها لو حاجة، لو فيها حاجة ممكن نشوفها. طيب قالوا يا describing function للأون أوف لينير تيب يمثل النظام بتاع أون أوف تشغيل وإيقاف. فهنا طوالي هيكون عندنا شنو؟ هيكون عندنا الدالة بتاعتنا هي كالآتي، الواي 1 بتساوي البي 1. تمام، في الحالة دي بتكون الدالة حقتنا دالة بسيطة، يعني لما تكون عندها on off بيكون 2 على باي في التكامل من 0 إلى باي. ال m ده اللي هو القيمة حقتنا هنا، دي حاجة ثابتة في ال on off non-linearity، ده هنا ال m حقتنا هي القيمة دي. تمام، m x sin theta d theta بكامل عادي، بعد ذلك بتدينا 4 mx على باي، علينا x في اوميجا بتساوي y 1 على x معناها 4 باي على اوميجا بصورة بسيطة يعني. تمام، فدي كده عبارة عن الجزء بتاع بالمثل. ممكن نعمل لباقي الأنواع الأخرى للنون لينيرتي، نجيف لغاية هنا. شكرا جزيلا.